استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على ضرورة العمل وبقوة وعزيمة لاحتواء التطورات الحالية في قطاع غزة والحد من تداعياتها. أهلا وسهلا بك ومرحبا بك وبالوفد المرافق. أنا عارف إن أنت دي آخر محطة في جولتك الكبيرة وده جهد كبير قوي أنت بذلته، واسمح لي أقول لك إن الأزمة اللي بتمر بمنطقتنا هي أزمة غير مسبوقة، بتحتاج مننا إن إحنا نعمل بقوة وبعزيمة من أجل احتوائها والحد من تداعياتها. لكن المهم أول ما نبدأ كلامي بنقطة في منتهى الأهمية، نحن نندد ونرفض تماما المساس بالمدنيين، اي مدنيين، وده موقفنا وده الدور اللي احنا حرصنا عليه خلال سنين طويله جدا منذ اتفاقيه السلام بين مصر واسرائيل، وكانت مصر بتقوم بدور ايجابي جدا جدا في كل الازمات اللي اشتعلت. احنا بنتكلم النهارده على خمس جولات من الصراع ما بين قطاع غزه وما بين اسرائيل. مهم هنا ان احنا نذكر الحقيقه امر في منتهى الاهميه، في الخمس جولات من الصراع دول سقط من المدنيين من الجانبين الارقام اللي انا هقولها دي، وانا بذكرها من باب ان احنا نبقى قد ايه تاخرنا في حسم وايجاد حل لهذه الازمه هيترتب عليه سقوط المزيد. في خلال الخمس جولات دول سقط من الفلسطينيين 12500 فلسطيني من المدنيين. من الجانب الإسرائيلي سقط منهم 2700، منهم 1500 اللي سقطوا في الأزمة الأخيرة. اللي أنا بقوله دي بيانات موجودة ومتاحة للجميع. فيما يخص الأطفال أو المصابين، قبل ما أتكلم على ده، سقط من الفلسطينيين 100,000 مصاب ومن إسرائيل 12,000 مصاب. من الأطفال سقط 2500 طفل فلسطيني وسقط من إسرائيل 150 طفل. أنا بقول الكلام ده دلوقتي معالي وزير الخارجيه، لان احنا الازمه اللي موجوده ازمه كبيره جدا، ورد الفعل اللي موجود اتحسب انه يتجاوز رد الفعل لحق الدفاع عن النفس من جانب اسرائيل، ويتحول الى عقاب جماعي لقطاع غزه اللي فيه 2.3 مليون فلسطيني. صحيح ما حدث من 9 ايام كان كتير وصعب، مفيش كلام، واحنا ندين، مفيش كلام، لكن ايضا لازم نعرف ان في عباره عن تراكم من حالات الغضب والكراهيه ترتبت على مدى اكثر من 40 سنه، ان ما فيش افق لايجاد حل للقضيه الفلسطينيه تعطي امل للفلسطينيين. يمكن حد يسال هو ده وقت الكلام في الموضوع ده ولا الكلام على ايجاد مخرج للازمه الحاليه؟ احنا بنقول ده عشان ناسس على جهدنا وحركتنا المطلوبه لايقاف تطورات الأزمة دي اللي ممكن يبقى ليها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط كله. احنا بنبذل جهدنا أولا لاحتواء الموقف وعدم دخول أطراف أخرى إلى الصراع. معالي وزير الخارجية بلينكن، أنت تحدثت وقلت أنك إنسان يهودي، وأنا اسمح لي أقول لك إن أنا مواطن مصري نشأت في حي جنبا إلى جنب مع اليهود في مصر، ولم يكن أبدا يتعرضوا أي شكل من أشكال القمع أو أي شكل من أشكال الاستهداف، وما حصلش في منطقتنا العربيه والاسلاميه ان تم استهداف اليهود في تاريخهم القديم والحديث. يمكن اللي حصل استهداف يمكن في اوروبا، يمكن في اسبانيا، يمكن في دول اخرى، لكن في بلادنا العربيه والاسلاميه ما حصلش ده. انا بقول ده دلوقتي وبسجله هنا لان الموجه اللي اتشكلت في اعقاب الازمه موجه ضخمه جدا، واحنا محتاجين ان احنا نتحرك وبقوة وبعزم زي ما ذكرت لكم. مهم جدا جدا ان احنا نخفض التوتر، وايضا نيسر دخول المساعدات الى قطاع غزة، لان النهاردة احنا بنتكلم على قطاع محاصر، لا في مية ولا في كهرباء ولا في وقود، والنهاردة ابتدت في ازمة خبز تتداعى. انا بقول الكلام ده لان احنا محتاجين نسمع الكلام ده من بعضنا، انتوا موجودين هنا في المنطقة عشان تسمعونا احنا المعنيين بالقضية والعالمين الى حد ما باسباب الازمات دي. لماذا قتل السادات ولماذا قتل رابين؟ ومين اللي قتلهم؟ المتطرفين. فاحنا محتاجين نعمل سويا. مش عايز اقول عليك، ورحب بيك اهلا وسهلا بالوفد المرافق ليك، وان شاء الله يكون
لقائنا ده فرصة كبيرة جدا جدا وقوة دفع إلى إيجاد حل للأزمة الحالية. Thank you very much, Mr. President. As always, it's good to see you. Pleasure. I wish it were under different circumstances. Please. I come first and foremost as a human being. Yes. A human being like so many others, appalled at the atrocities committed by Hamas. It's hard to find the words to describe them. But inhumane is a good place to start. We're determined to stand against Hamas and what it has done, and to make sure that it can't happen again. We're determined to stand with and for innocent civilians who suffer primarily as a consequence of what Hamas has done on all sides. We come to work together as well to ensure that this crisis, this conflict doesn't spread to other places. And we come to think together about a way forward for everyone that is positive, affirmative, the contrary of the vision that Hamas has, which is simply terror, destruction, murder. What we've seen these last days, I think, makes clear that there really are two paths for this region. And one is the path of greater integration, normalization, collaboration, affirmation of the rights of Palestinians, and working together in common purpose, common benefit. That's one path. The other path is the one that's offered by Hamas. A path, as I said, that offers nothing but death, destruction, terror, nihilism. I think the choice is very clear. The challenge is for us to work together to put everyone clearly, affirmatively, on that first path. We know that that's what the overwhelming majority of people in this region want. It's certainly what we believe they need, and I'm grateful for the opportunity to consult with you about the challenges we face in the immediate, but also on a path forward that brings us to a better place. Thank you.